هو انت عمرك فكرت قبل كده ان الاغنيه اللي انت بتحب تسمعها قوي دي وبتعيدها مليون مره ان هي ممكن ما تبقاش اغنيه وتبقى تعويذه؟ انا بصراحه قلقان ان انا وانت هنتلبس من اللي هنسمعه في الفيديو ده، بس للاسف اللي هحكي ده هو بيحصل. من شويه كده وانا قاعد لابس الايربودز بتاعتي وقاعد بسمع كده اغنيه ما، وايدي بالغلط تيجي على زرار انا معرفش هو ظهر منين، وفجاه الاقي الكلمات بقت مرعبه، الاغنيه اتحولت لكلمات ماسونيه وعباده شيطان. شهاب بقول لك ايه، انت شايفني عربيه بطاطا بتسرح بيا؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا بيني وبينك ما كنتش مصدق، بس بعد ما لبست نظارتي وسرشت في الموضوع اكتشفت المصيبه. القصه ان في حاجه في تسجيل الاغاني اسمها الباك ماسكينج، وهو ان اي مغني عايز يقول حاجه بطريقه محدش يعرفها يجي على جمله معينه في الاغنيه ويخلي الكلمات وانت بتسمعها بالمعدول عادي بتديك معنى، بس اول ما هتسمع الجمله دي بالعكس هتديك معنى تاني مختلف. على سبيل المثال في اغنيه اسمها ستراوي تو هيفن لبند اسمه ليد زيبلين، عايزك كده تسمع الكلمات بتاعه الاغنيه وتشوف الترجمه بتاعتها بالمعدول. الكلام تمام مفهوش اي حاجة، طب جرب معايا كده تسمع نفس الجملة دي وتشوف ترجمتها بس بالعكس. كل الكلام اللي اتقال ده والارقام الموجودة لها علاقة بعبادة الشيطان. طب اسمع كده كويس برضو الاغنية دي لإمينيم وقول لي سمعت ايه. طب تعالى كده نسمع بالعكس. خلي بالك من اللي انت بتسمعه لان ممكن بسبب اغنية تتلبس، وكالعادة ما تنساش تعمل شير.